السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحب في الله في قناتكم مداون حبيب للمعلومات. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك كل جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نزيد المشاهدات وكذلك نزيد مشتركين والأرباح على قناتنا. كان عنده قناة وما عندوش المشاهدات ضعيفة، معناها في النهار يجيب 150 مشاهدة، فهمني؟ وكان واحد الطريقه اخوتي تجيب لك فمها تقريبا تجيب لك حتى 2000 مشاهده، حتى 50,000 مشاهده في 24 ساعه. ما هي الطريقه وكيفاش نجيبوا المشاهدات؟ طريقه سهله جدا اخواني. اولا دخول الى قناه، انا نحوس ننشر فيديو وهذا الفيديو يحوس يجيب لي مشاهدات، معناه في 24 ساعه اقل يجيب لك 50,000 ولا 60,000 مشاهده. ما هي الطريقه؟ اولا ننشر فيديو بهذه الطريقه اخوتي، طريقه سهله استراتيجيه. نختار الملف بهذه الطريقه. دوك نجيبوا الملف تاعنا، عفوا نجيبوا الفيديو حسن ننشره على قناة تاعنا. مثال هذا هو الفيديو حسن ننشره على قناتنا مداون حبيب للمعلومات، جيبنا المشاهدات وكذلك اخوتي يزيدنا في الارباح على قناتنا. طريقة سهلة. واش نجيبو اول اخوتي؟ قبل كل شيء لازم العنوان يكون جذاب، معناه يجيب المشاهدات. هذا هو العنوان تاعنا الفيديو. مثال نديرو هنا فيديو بهذه الطريقة، هذا هو فيديو تاعنا، هذا هو نديرو 2023 بهذه الطريقة. هذا هو هنا اخوتي. واش نجيبو؟ نجيبو هنايا الوصف الفيديو. كيف ندير وصف اخوتي الفيديو؟ واش نديرو؟ نجيو كاع الاولى. واش نديرو؟ ننسخو هذا هذوما، ننسخوهم بهذه الطريقه باش كلمه المفاتيح هي. ها هو بهذه الطريقه، هذه الطريقه. وزدنا هبطو لتحت اخوتي، نجيو هنايا نزيدو ثاني. ايوا الطريقه. واش نديرو؟ ننسخو هذا كذلك. هذا مقاع الرواتب خوتي، هذوما هما الصح خوتي، هما يجيبو لك مشاهدات على الفيديو تاعك زي تنشر في اليوتيوب بهذه الطريقه. نزيدو ثاني، نزيدو هنايا باش يكون فيديو احترافي ويكون يجيب لك مشاهدات. كذلك ننسخو هذوما، ربح من الانترنت، ربح من التطبيقات. هذوما كلمات هما يجي يبحث في خانة البحث على اليوتيوب يطلع فيديو تاعك الاول. فهمت اخوتي؟ طريقة اني دايما نديرها اخوتي والحمد لله تجيب لي المشاهدات، الله يبارك. بهذه الطريقة نعود نجيبو هذوما كلمة المفتاحية، هذوما الطريقة اخوتي. هذه الطريقة ننسخوها باش نحطوها في الوصف فيديو. لازمك دير كيما هاك باش فيديو تاعك يطلع مليح، يكون احترافي. ايوا ننسخو كذلك هذوما بالطريقة، نحطو هنا في الوسط تاع الفيديو باش جبنا مشاهدات بهذه الطريقة اخوتي. هنا واش نديرو اخوتي؟ واش نديرو؟ عفوا دقيقة واحدة، نهبطو لتحت باش نفهمو مليح. نهبطو اخوتي، نديرو عرض المزيد من خيارات، نكليكو عليها اخوتي ونجيو هنايا. شتو هذه اخوتي؟ اضافة علامات. ها هي. واش نديرو اخوتي؟ كلمة المفاتيح باش يجي واحد يحوس على ربح من الانترنت، يجينا فيديو هو الاول في المرتبه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه ولا المهم فيديو تاعنا
الفيديو يظهر في المرتبة الأولى، مهم فيديو تاعنا يظهر. واش ندير؟ ننسخو هذوما بهذه الطريقة. مثال ننسخو هذايا، نعاودو نروحو هنايا ونديرو النسخ، نعاودو ننسخو هذايا، نعاودو هنايا ونديرو نديرو كوبي، نعاود نجيو لهذه بهذه الطريقة. وهكذا باش فيديو يكون واضح ويكون احترافي، يكون يجيبك مشاهدات والأرباح. هذه الطريقة الوحيدة تقدر زيادة المشاهدات وكذلك الأرباح على قناتك بدون ترويج، بدون أي تعب. بهذه الطريقة، هذه الطريقة نخدم بها خوتينا في الفيديو التوعي باش فيديو يظهر. لو كنت تروح اليوتيوب ودير مدونة حبيب للمعلومات، تطلع قناتي الاولى تاعي، فهمت خوتي؟ ولا دير كيفية ربح تطبيق المشي سويت كوين، يطلع فيديو تاعي هو الاول، فهمت خوتي؟ ها هم هذوما الصح، هما يجيبوا لك المشاهدات او في البحث. هذه الطريقة، كاع نكوبو هذوما خوتي. هذو هما المفاتيح، كلمة مفاتيح، مفاتيح تجدون أسفل هذا الفيديو. بهذه الطريقة ننسخوها هنايا، نعاودو ونجيو هنايا، نعاودو نحطوها هنايا خوتي باش يكون الفيديو تاعنا واضح، وكذلك يكون الفيديو احترافي باش يجيبنا مشاهدات. خوتي كاين الناس ينشروا الفيديوهات وما يديروش كاع الوصف، ما يديروش ولا ما يديروش هذه كلمة مفتاحية. خوتي هذوما الصح، هما يجيبوا لك المشاهدات، هذو من كلمات ربح من الانترنت، ربح من المواقع، هذوما هما يجيبوا لك المشاهدات ويزيدوك الارباح. خوتي دائما هذه نخدمها دائما في كاع فيديو التوعية خوتي، يعني دايرهم هذو من الكلمات اكثرية الناس باش القناة تاعك تطلع وتكبر خوتي. واش ندير خوتي هنايا؟ درك رانا خلاص هنايا، هنا واش نديرو هنايا؟ هنايا واش نديرو؟ ننسخو هذا خوتي، هذايا ننسخو اسم تطبيق بهذه الطريقة. هنايا واش نديرو؟ نكتبو رابط التطبيق، رابط تحميل التطبيق. نكتبوا الرابط، رابط تطبيق، رابط تطبيق، نهبطوا تحت خوتي ونديروا النسخة هو. وكذلك خوتي نجيو نهبطوا تحت هنايا ونكتبوا كود حصول على 1000 نقطة. بهذه الطريقة خوتي كتبنا رابط تطبيق كود حصول على 1000 نقطة، ها هي. ونجيو تحقيق الربح ونديرو تفعيل تم. بهذه الطريقة نجيو هنايا نديرو هذه، وكذلك نديرو إرسال طلب، يكون الفيديو تاعنا واضح بدون أي مشاكل. نعود نجيو هنايا عملية، خلاص ونديرو علمي، نستناو حتى سيتم التحميل باش ينشر على قناتنا خوتي. هذه الطريقة خوتي زيادة الأرباح وزيادة المشاهدات وكذلك زيادة المشتركين اللي عنده قناة تاعو صغيرة ولا، بهذه الطريقة بدون ترويج، بدون مقابل دولار، بدون دفع. خوتي عجبكم هذا الفيديو، ما تنساش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.